أخ يسأل يقول هل يزكى المال الذي داينته؟ الدين نوعان، قلنا الدين نوعان، هنالك دين مرجع وهو الذي يكون عند ثقة، مليء، مصطلح مليء عند الفقهاء يعني عنده فلوس، يعني ثقة مليء عنده فلوس وتدري بيش وقت ما تقول له جيبهن جيبهن، هذا يتزكى. شو الفرق مخليهن عنده ولا مخليهن بالكنتور؟ ما فرق، هذا شو وقت ما تريد تسحبه وهذا شو وقت ما تريد تسحبه، هذا يسمى الدين المرجع. وأما الدين غير المرجع، مخلي عد واحد ومنهزم أو مسجون بسبب الصكوك النازلة عليه، أو يقولك ما عندي، أو ناكر عليك، عموما ما تقدر تحصلهم، هذا الدين لا يزكى، هذا الدين لا يزكى إلى أن يجي. من يجي زكي زكاة مرة واحدة، لو عسى ما 20 سنة يبقى تزكي زكاة سنة واحدة. زين عني، هذا الحكم بالنسبة للمال الدين.